فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسورة الأنعام من عند قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى قوله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، إلى آخر السورة، خطاب مع هؤلاء الضرب. ولهذا يقول تعالى في أثنائها: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا، وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وإن لم يقصد التشبه بهم. نعم، قال الله جل وعلا: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا: هذه أنعام حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فهم أشركوا الأصنام في أموالهم لأن حبها قد تأصل فيهم، ويجعلون الزرع على قسمين: قسم لله وقسم للصنم. فإذا جاء السيل أو الريح وحملت شيئا من قسم الله إلى قسم الصنم، قالوا: الصنم ضعيف، فيردون ما جاء إلى حق الله إلى مكانه من نصيب الصنم. وإذا كان العكس، وأن الريح أو السيل حمل شيئا مما لله وجعله على قسم الصنم، قالوا: إن الله غني عن هذا، فتركوه. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لله فلا يصل إلى شركائه. فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. هذا تفسير الآية والله أعلم. وقيل المعنى أن الله بريء من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله غني عن ذلك، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، لأن الله بريء منه. فالآية فيها تفسيران، والشاهد من هذا أنهم أيضا يقتلون أولادهم، يتقربون إلى الله بقتل أولادهم. فهم يقتلون الأولاد لأحد غرضين: إما لأجل التقرب للأصنام، وإما أنهم يقتلون الإناث خشية العار، وإما أنهم يقتلون الإناث والذكور خشية الفقر. فهم يقتلونهم لهذه الأمور الثلاثة: إما أنهم يقتلون الأولاد ذكورا وإناثا تقربا إلى الأصنام، وإما أنهم يقتلون الأولاد ذكورا وإناثا خشية الفقر، وإما أنهم يقتلون الإناث فقط خشية العار. فهذا من أمور الجاهلية، لأنه لا يجوز قتل النفس بغير حق، ولأن قتل الإنسان لولده فيه قطيعة رحم وارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب. فالحاصل أن هذه الآيات ذكرت تصرفات أهل الجاهلية. ثم عرج الشيخ رحمه الله وقال: إن الذي يحرم الحلال فيه تشبه بأهل الجاهلية، كالذي يحرم الحلال من باب التعبد والزهد، لا يجوز الإنسان يحرم الحلال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الذي قال: أنا أصلي ولا أنام، والذي قال: أنا لا أتزوج النساء، والذي قال: أنا أصوم ولا أفطر، والذي قال: أنا لا أكل اللحم، قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصلي وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فدل على أن الذي يحرم شيئا من الحلال من باب التقرب إلى الله، يحرم ما لم يحرمه الله، أن فيه تشبها بأهل الجاهلية، سواء قصد ذلك أو لم يقصده، لكن إذا قصده فهو أشد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا ما نص عليه الشيخ رحمه الله، قال معلوم أن مبدأ هذا التحريم ترك الأمور المباحة تدينا، وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار وإن لم يقصد التشبه به. إيه، لأن الكفار ما قتلوا أولادهم ولا حرموا ما رزقهم الله إلا من أجل التقرب إلى الأصنام.